بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل صلاة وأتم صلاة. أما بعد أحبابي طلابي طلاب الصف الحادي عشر أدبي، أهلا ومرحبا بكم في مادة الإحصاء مع درس جديد. هيا بنا نتعرف على درسنا أيها الأحباب. درسنا اليوم بمشيئة الرحمن سنتحدث فيه عن الأسس النسبية وخواصها. أحبابي، الأسس النسبية وخواصها، ما يهمنا في هذا الدرس هو الجذر النوني. الجذر النوني للعدد ألف إذا ما كان ألف عددا حقيقيا، ونون هذه تنتمي إلى صاد موجب، أي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة بشرط أن تكون أكبر من أو تساوي العدد الصحيح 2. الجذر النوني للألف يساوي ألف أس واحد على نون، ألف أس واحد على نون على نون، أي أننا نحول الجذر إلى أس كسر، نحول الجذر إلى أس كسر. دليل الجذر يكون هو المقام، والأس الداخلي يكون هو البسط، والعكس صحيح. إذا كان لدينا ألف أس ميم على نون، ألف أس ميم على نون، هذا المقدار أو هذه الكمية مرفوعة لأس كسر ستتحول إلى جذر. هذا الجذر دليله هو مقام الكسر، والأس الداخلي هو بسط هذا الكسر. أيها الأحباب، ننتقل إلى البنود في هذا الدرس. حاول أن تحل الكتاب المدرسي. السؤال يقول: بسط كلا من التعبيرات الجذرية التالية. الفقرة ألف: سالب الجذر الخامس للعدد 243. الجذر الخامس، لاحظ هنا دليل الجذر كم؟ 5، يساوي، تنزل الإشارة كما هي، الجذر الخامس، تنزل علامة الجذر الخامس، العدد 243 نحلله فسيكون 3 أس 5. نلاحظ أن الأس الداخلي 5 ودليل الجذر 5. الأس الداخلي يلغي الجذر، الأس الداخلي اللي هو 5 يلغي الجذر الخامس، فيكون الناتج هو سالب 3، معتمدين على القاعدة التي تقول الجذر النوني للعدد س أس نون، النون الداخلية تلغي الجذر النوني فيكون الكمية الناتجة هي س، شارطين ذلك أن تكون نون عددا فرديا، فيكون مقدار الإجابة هو سالب 3. الفقرة باء أيها الأحباب: الجذر الرابع للعدد 625، تنزل علامة الجذر الرابع، هنا دليل الجذر 4، ونلاحظ أن الدليل هنا زوجي. 625 هذا العدد نحلله فيكون 5 أس 4، نلاحظ أن الأس الداخلي مساوي لدليل الجذر، فهنا الأس الداخلي يلغي دليل الجذر ويكون الناتج مساوي للعدد 5. ملاحظين هذه القاعدة: الجذر النوني للعدد س أس نون، الأس الداخلي نون، والدليل الجذر نون، الأس الداخلي يلغي الدليل ويكون الناتج ليس س كما في الحالة الأولى ولكن مطلق س، لأن نون هنا عددا زوجيا، فيكون الناتج يساوي مطلق العدد 5، ومطلق 5 يساوي 5، لأن مطلق العدد الموجب يكون هو نفس العدد 5.
جيم الجذر السابع لسين أس 14 تنزل علامة الجذر السابع. هنا نلاحظ أن دليل الجذر سبعة وهو فردي سين أس 14، هذه السين مرفوعة لأس 14، هذا ال 14 ليست بسبعة لكن يمكن أن نجعلها 2 ضرب سبعة، فيكون الأس لسين أس 2 هو سبعة، الأس الداخلي سبعة يلغي الجذر السابع فيكون الناتج مساويا سين أس 2. هنا لا يظهر المطلق لأن دليل الجذر فردي، يكون ناتج سين أس 2. حاول أن تحل أيضا في كتاب مدرسي صفحة 26 رقم 2 في الفقرة ألف، بتقول 16 أس ربع، بسط هذه العبارات الآتية أو حول هذه العبارات إلى صورة جذرية ثم بسط، اكتب كل عدد مما يلي في الصورة الجذرية ثم بسط. الفقرة ألف 16 أس ربع، الفقرة باء 3 أس نص ضرب 3 أس نص، الفقرة جيم 7 أس ثلث ضرب 49 أس ثلث. الحل: الفقرة ألف 16 أس ربع، هذا العدد 16 مرفوع لأس كسر، مرفوع لأس كسر، إذا سيتحول إلى جذر، سنحول هذا العدد إلى جذر. جذر مين يا شباب؟ جذر، هذا الجذر يحتاج إلى دليل، دليل الجذر هو مقام الكسر، إذا سيكون الجذر الرابع، الجذر الرابع شباب، الجذر الرابع. الجذر الرابع لمنو؟ ل 16، ال 16 حللناها 2 أس 4، فيكون الجذر الرابع ل 2 أس 4، دليل الجذر 4 والأس الداخلي 4، 4 الأس الداخلي تلغي الدليل، فيظهر مطلق العدد 2 ومطلق 2 يساوي 2. الفقرة باء 3 أس نص ضرب 3 أس نص، سنحول 3 أس نص إلى جذر 3، لأنه أي أس كسر سنحوله إلى جذر، أي أس كسر سنحوله إلى جذر. هنا الجذر يحتاج دليل، الدليل هو المقام للكسر، إذا المقام 2 يبقى هنا يكون جذرا تربيعيا، إذا تكون الإجابة الجذر التربيعي للعدد 3 مضروب في الجذر التربيعي للعدد 3، هذا الأمر سيساوي مطلق العدد 3، سيساوي الناتج في النهاية 3. لماذا خرج مطلق؟ لأنه سيكون هناك جذر تربيعي للثلاثة مضروبة بنفسها مرتين، يعني جذر 3 أس 2، الأس 2 يلغي الجذر التربيعي، وطالما أن هنا دليل الجذر زوجي وما بداخل الجذر نفس الأس الزوجي، يظهر مطلق العدد مطلق 3 يساوي 3. الفقرة جيم شباب 7 أس ثلث مضروبة في 49 أس ثلث، نحن نحول هذا الأمر إلى عبارات جذرية، الأس ثلث، إذا هنا الجذر يكون تكعيبيا، الجذر التكعيبي للعدد 7 مضروبا في الجذر التكعيبي للعدد 49، ونحلل مباشرة 49 إلى 7 أس 2، فيكون الناتج هو الجذر التكعيبي 7 أس 3، حيث أننا ضربنا 7 في 7 أس 2، فيكون ناتج 7 أس 3، الأس الداخلي 3 ودليل الجذر 3، الأس الداخلي يلغي الدليل يلغي الجذر، فيكون الناتج مساويا 7. هنا لا تظهر علامة المطلق، نؤكد على أهمية هذا الأمر، هنا لا تظهر المطلق لأننا نتعامل مع جذرا دليله فردي. نتابع أحبابي، اكتب كل عدد مما يلي بالصورة الجذرية ثم بسط إن أمكن. الفقرة ألف سين أس 2 على 3، الفقرة هاء سين أس 4 على 9. الحل: سين أس 2 على 3، هذا الأمر هنا سين مرفوعة لأس كسر، طالما أنها مرفوعة لأس كسر سنحولها إلى جذر، والجذر دليله هو المقام، إذا يكون جذرا تكعبيا لسين أس 2، وتترك كما هي كما ترون لأن الأس 2 أصغر من دليل الجذر، إذا تترك كما هي. الفقرة هاء سين أس 4 على 9 سنحولها إلى جذر يكون دليله 9، إذا الجذر التاسع لسين أس 4. السؤال رقم 3، بسط كل من العدد من الأعداد التالية: باء، الفقرة باء تقول ث سالب 8، الكل مرفوع لأس 2 على 3، هذا الأمر مرفوع لأس كسر، إذا سنحوله إلى جذر تكعيبي، سالب 8 ترفع لأس 2 اللي هي بسط هذا الكسر. هنا أيها الشباب الأس 2 أصغر من دليل الجذر، ولكن
يمكن أن نحلل العدد سالب 8 إلى سالب 2 الكل أس 3، ويمكن أن نبدل عملية ضرب الأسس فتكون الجذر التكعيبي لسالب 2 أس 2 الكل أس 3. الأس 3 هذا الخارجي يلغي دليل الجذر الفردي، فيكون الناتج مصبحا سالب 2 الكل أس 2 تساوي موجب 4. لاحظ أن الإجابة موجبة لأن سالب 2 ستضرب بنفسها مرتين، فيكون سالب 2 ضرب سالب 2 تعطينا موجب 4. الفقرة هاء أحبابي 16 مرفوعة للكل أس 3 على 2. نلاحظ هنا أن الأس كسر، إذن كما قلنا أي أس كسر سنحوله جذر، أي أس كسر سنحوله جذر. هذا الجذر يحتاج إلى دليل، الدليل هو مقام الكسر، إذن سيكون جذرا تربيعيا. العدد 16 مرفوع لأس 3، نحلل هذه 16 إلى 4 أس 2 الكل أس 3، ثم نبدل عملية الضرب أحبابي حتى يكون الأس النهائي هو 2 مطابقة لدليل الجذر. الأس 2 يلغي الدليل، وهنا نتعامل مع جذرا زوجيا، إذا يظهر مطلق العدد 4 أس 3 يعني تساوي في النهاية 4 أس 3، ناتج 4 أس 3 يساوي 64 أحبابي. ننتقل سريعا إلى خواص الأسس النسبية. ليكن لدينا عددين ميم ونون، عددين بصفة عامة ميم ونون، عددين نسبيين. نشترط أن يكونا نسبيين لأننا نتحدث عن خواص الأسس النسبية. وألف وباء عددين حقيقيين، حيث ألف أس ميم وألف أس نون وباء أس ميم وباء أس نون في النهاية يكونون أعداد حقيقية. نكتب الخواص التالية أحبابي. الخواص: الخاصية الأولى حينما نضرب باء أس ميم ضرب باء أس نون، الأساس باء متفقين هو أساسا واحدا، ينزل باء كما هو ثم نجمع الأسس. الخاصية الثانية: باء أس ميم الكل أس نون، هنا ينزل الأساس باء ونضرب ميم ضرب نون. الخاصية الثالثة: ألف ضرب باء الكل أس نون، هنا نوزع الأس نون على عملية الضرب فيكون الناتج يساوي ألف أس نون مضروب في باء أس نون. الخاصية الرابعة: باء أس سالب نون، وهذه خاصية هامة جدا جدا جدا، جد خطيرة هذه الخاصية باء، وهي تعالج لنا كيفية التعامل مع الأسس السالبة. باء أس سالب نون حينما نرى أسا سالبا مباشرة نكتب واحد على واحد تقسيم واحد تقسيم، ونعيد كتابة الأمر بالأس الموجب. باء أس سالب نون تساوي واحد على باء أس نون، مشترطين أن يكون المقام باء لا يساوي الصفر. الخاصية الخامسة: باء أس ميم تقسيم باء أس نون يساوي، ينزل الأساس باء ونطرح الأسس ميم ناقص نون، مشترطين في كل عملية قسمة أن يكون المقام لا يساوي الصفر، وهنا باء لا تساوي الصفر. الخاصية السادسة: ألف على باء الكل أس ميم يساوي، هذه يساوي، هنا نوزع عملية نوزع الأس على عملية القسم. هذه الخاصية السادسة نتفق مع الخاصية رقم ثلاثة، نوزع الأسس على الضرب ونوزع الأسس على التقسيم. ألف على باء الكل أس ميم يساوي ألف أس ميم على باء أس ميم، مشترطين أن باء لا تساوي الصفر. أحبابي، أمثلة توضح هذه القواص: 8 أس ثلث مضروبة في 8 أس 2 على 3 يساوي، ينزل العدد الأساس 8 ونجمع الأس ثلث زائد الأس 2 على 3 فيكون ناتج 3 على 3 يعني تساوي 8 أس 1 تساوي 8. 2 5 أس نص الكل أس 4، الأساس 5 ينزل ونضرب الأسس نص ضرب 4 فيكون 5 أس 2، 5 أس 2 يساوي 25. المثال الثالث: 4 ضرب 5 الكل أس نص، نوزع الأس نص على عملية الضرب فيكون 4 أس نص ضرب 5 أس نص فيكون الناتج يساوي 2 ضرب 5 أس نص. مثال 4: 9 أس سالب نص، كما قلنا أن هذه العلاقة وهذه القاعدة هامة جدا، اللي هي كيفية أن نتعامل مع الأس السالب. الأس السالب ببساطة شديدة جدا، حينما نرى أس سالب نكتب واحد على ونكتب الكمية بأس موجب. 9 أس سالب نص تساوي واحد على 9 أس نص، ينزل العدد واحد البسط كما هو، و9 أس نص نحولها إلى صورة جذرية فتصير جذر 9، وجذر 9 كما نعلم أحبابي تساوي 3، فيكون الناتج مساويا واحد على 3. 9 أس 3 على 2 تقسيم 9 أس نص، هنا أحبابي نقسم على ننزل الأساس وهنا نطرح الأسس، 3 على 2 ناقص نص تكون 1 فيكون ناتج 9 أس 1 مساويا 9.
الخاصية رقم 6 أو المثال رقم 6، 5 تقسيم 27 أستولت، نوزع الأستولت للبسط وللمقام فيصير 5 أستولت تقسيم 27 أستولت، 5 أستولت تنزل كما هي 27 أستولت، أي الجذر التكعيبي للعدد 27 هو 3 فيكون ناتج 5 أستولت على 3. ننتقل أحبابي إلى أمثلة أخرى، بسط كل من الأعداد التالية، 5 أس 3 على 2. 16 أس 3 على 4. الحل 5 أس 3 على 2 تساوي، نحولها إلى جذر، نحن قلنا سابقا أي أس كسر سيحول جذر، أي أس كسر سيحول جذر، فهنا سيكون جذرا تربيعيا، الدليل هو مقام الكسر، جذر تربيعي ل 5 أس 3. هنا الأس 3 نجد أنه أكبر من عدد 2، إذا نحلل أو نفكك هذا الأس 3 فيصير الجذر التربيعي لخمسة أس 2 ضرب خمسة أس 1. خمسة أس 2، الاثنين تلغي الجذر يظهر مطلق 5، والخمسة أس 1 تظل كما هي تحت علامة الجذر التربيعي، فيصير الناتج كما ترون 5، الجذر التربيعي للعدد 5. ب 16 أس 3 على 4 سنحولها إلى جذر أيضا، تكون الجذر الرابع ل 16 أس 3. هنا نجد أن العدد الأس 3 الداخلي أقل من 4، لذا سنلجأ إلى تحليل العدد 16، سيكون العدد 16 تحليله 2 أس 4، فيكون الناتج جذر الرابع ل 2 أس 4 لكل أس 3، ونبدل عملية الضرب الداخلية، فيكون الناتج الجذر الرابع ل الجذر الرابع ل 2 أس 3 لكل أس 4 أحبابي، ثم يكون الناتج الأس 4 يلغي الجذر الرابع، فيكون ناتج 2 أس 3، يعني أي أن الاثنان مضروبة بنفسها 3 مرات يصير ناتج 8 كما ترون. أوجد الناتج في كل مما يلي: الجذر الخامس للعدد 9 في الجذر الخامس للعدد 27، الجذر الخامس للعدد 9 في ضرب الجذر الخامس للعدد 27 يساوي الجذر الخامس للعدد 9 ضرب الجذر الخامس للعدد 27، ننزل جذرا واحدا الجذر الخامس ونضرب 9 ضرب 25 فيصير الناتج الجذر الخامس للتسعة هذه شباب 3 أس 2 وال 27 3 أس 3، فيكون الناتج في النهاية جذر الخامس ل 3 أس 6، هذه الست شباب هي أكبر من الخمسة، لذا نفككها إلى 3 أس 5 ضرب 3، 3 أس 5 الأس يلغي الجذر فتصير 3 صحيحة خارج الجذر، و3 أس 1 تظل كما هي تحت علامة الجذر فيصير الناتج كما ترون 3، الجذر الخامس للعدد 3. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. الجذر السابع يساوي 7 أس نص، هنا الجذر حوله إلى أس كسر، هل هذه العبارة صحيحة؟ هذا الجذر تربيعي، أي أن الدليل 2 والسبعة داخل أس 1، إذا سيصير 7 أس نص فعلا عبارة صحيحة. 2 6 أس 3 على 4 تساوي 16 أس 3 على 4 تساوي 8، 16 سنحللها إلى 2 أس 4، 2 أس 4 ونضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي تصير 2 أس 3 تساوي 8، العبارة أيضا صحيحة أحبابي. الفقرة أو السؤال رقم 3، سين أس 1.5 جزء من 10، حيث سين أكبر من أو يساوي 0 تساوي سين جذر سين. هنا نفكك هذا الأمر، سين أس 1 جزء 5 و 5 جزء من 10 معناها سين أس 1.5، هذا الأمر يمكن أن نحوله إلى أصله أساسه، سين أس 1.5 معناها سين أس 1 مضروبة في سين أس نص، سين أس 1 مضروبة في سين أس نص، سين أس 1 سين وسين أس نص جذر سين، وفعلا الإجابة مكتوبة سين جذر سين، إذن العبارة صحيحة. اختر الإجابة الصحيحة، المقدار 32 مرفوع للعدد الأس 3 على 5 في أبسط صورة، إذا ما رأينا 32 سنحللها إلى 2 أس 5، 2 أس 5 ونضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي فيصير الناتج 5 مضروبة في 3 على 5 يصير ناتج 3، ويكون الناتج 2 أس 3 يساوي 8، هيعطي لنا اختيارات، من هذه الاختيارات تكون الإجابة الصحيحة هي العدد 8 أيها الشباب، الاختيار الثاني. الواجب أحبابي كتاب الطالب، بسط كل مما يلي: الفقرة ألف 5 أس 3 ضرب 5 أس 2 على 3، الفقرة باء 7 أس 3 الكل أس 2، الفقرة جيم 23 أس نص، الفقرة دال 6 أس سالب نص، ونؤكد على خطورة الفقرة دال وتعاملنا معها فراجعوا الفيديو أحبابي، الفقرة هاء 8 أس 3 تقسيم 8 أس 3. هذا وبالله التوفيق.
تكونوا قد فهمتم ما شرحنا، متمنين لكم حسن الاستماع ومتمنين لكم دوام التفوق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم مع أرق أمانينا، بالتوفيق والنجاح، دمتم طيبين.